أصدقائي الأحباء، أهلا بحضراتكم. برنامج ألقاب المسيح النهاردة عايزين نتكلم عن لقب خطير. ليه ساعات لما ربنا بيديني وعد ما بيتحققش؟ أو هل ينفع لما ربنا يديني وعد الوعد ده يتحارب ولا الدنيا بتمشي معايا زي الفل بعد كده؟ تقول لي طب إيه هو اللقب بقى اللي مرتبط؟ قال الرب يسوع عن نفسه أو الكتاب المقدس يعني قال عن الرب يسوع الصادق الصادق. وزي ما أنا دايما بقول الألقاب اللي فيها ألف ولام معناها اني انا بس اللي عندي الصفه دي. يعني لما اقول لفلان ده صادق معناها ان ده صادق وده صادق، في كتير صادقين. لكن لما اقول الصادق معناه هو ده الوحيد اللي صادق، لو ده الوحيد اللي اقدر اامن له واصدقه. ده جه في سفر الرؤيا اصحاح 3 وعدد 14 لما بيقول الكتاب اكتب الى ملاك كنيسه لاوديكيين هذا يقول الامين الشاهد الامين الصادق بدائت خليقه الله. ليه لما ربنا بيديني وعد ما بيتحققش وعد بسرعه؟ وايه انواع الحروب اللي بتواجهني وانا بقاتل وبحارب عشان الوعد بتاعي ده، واقدر اتكل ان الرب هو الصادق؟ فطالما هو اللي وعدني يبقى لازم الوعد هيحصل. ما خلي بالك الوعد ايه اللي بيخليه يحصل؟ انك انت تصدق ان اللي وعدك الوعد ده صادق. لما يبقى الوعد ده بقى جاي لك من الصادق يبقى لازم هيتحقق. طيب لما الرب بيديني وعد وبيقول لي انا بوعدك ان هيحصل كذا، هل الوعد ده بيواجه بحروب؟ اي وعد حضرتك خدته من الرب على الاقل بيواجه 6 حروب شرسة اذا ما كانش الرب الصادق هو اللي يتصدر في المشهد وتمسك كده فيه بايديك واسنانك وتقول له انت اللي صادق يا رب انت اللي صادق. فمهما كانت المحاربات والضغوط وهكلمك عليها دلوقتي، مهما كانت يا رب المحاربات دي شرسة وكلها بتقول ان الوعد اللي انت بتقوله ده ولا هيتحقق بعد 1,000,000 سنة، ثقتي الوحيدة يا رب وامل الوحيد انك انت الصادق. اسمك كده، لقبك كده، المسيح يسوع الصادق. صادق. في واحد في الكتاب المقدس اسمه نحمية، ده الرب اداله وعد انه هيبني السور بتاع المدينة اللي كان منهدم، وكانت الحرب شرسة جدا جدا ان يتم الوعد ده او ما يتمش. ونحمية زيه زي اي مؤمن الرب بيوعده بحاجة. ايه بقى الحروب اللي بتواجه المؤمن عشان الوعد ده يتحقق؟ واجهت الحاجات دي نحمية، لكن نحمية كان واثق في الصادق عشان كده تم العمل بنجاح مبهر رغم ان نحمية شاف محاربات شرسة. فانا بشجعك يا اللي سمعني دلوقتي واخد وعد من ربنا واليومين دول بتتحارب، انا عايز اقول لك بقى حتة جملة مولعة في قلبي وانا بتكلم كده. كل ما الحرب على الوعد بتاعك زادت، وكل ما المحاربات على الوعد بتاعك زادت، وكل ما المنطق بيقول ان الوعد بتاعك بيضيع، كل ده كان دليل ان الوعد قرب جدا مش بعد. خلي بالك هي بتمشي بالعكس. يعني كل ما كان اليومين دول الحرب شرسة والمنطق مفزع والعقل بيقول لا يمكن وكل الظروف اللي حواليك بتقول مستحيل، ده دليل على ان الوعد قرب قوي قوي. تقول لي ازاي ده دليل على ان الوعد بيبعد؟ لان الدنيا مش ماشيه كويس. مع الله الامر مختلف، مع الرب الامر بيمشي بشكل عكسي. بيديك وعد تبدا الدنيا بعد كده تسود، تتأزم، ولما تيجي عند نقطة تبقى أنت عاوز تشق هدومك وتقول ضاع الوعد مني، الرب يقول لك الوعد ده. دايما الرب بيعمل كده. فاطمن يا اللي واخد وعد من ربنا وأنت بشايفني دلوقتي، كل اللي حواليك بيقول لك الوعد خلاص راح، الوعد قرب. ودي الأنفاس الأخيرة لإبليس. أقول لك تشبيه لطيف جدا، لو في إرهابي الشرطة رايحة تقبض عليه، مستخبي في عمارة مثلا فوق في الدور الرابع مثلا، الإرهابي مستخبي ومطمن. لما تيجي الشرطة على أول الشارع الإرهابي ده هيتحرك من مكانه؟ لا مش هيعمل حاجة، لسه على أول الشارع. لما ييجوا، طيب لما ييجوا على باب البيت تحت هيبتدي يضرب عليهم نار من فوق. طب لما يطلعوا السلم ويقربوا من باب الشقة بتاعته هيبتدي يضرب نار ويضرب سكاكين ويضرب قنابل ويعمل كل حاجة. طب لما يضربوا باب الشقة ويخشوا عليه عشان يجيبوه من قفاه، لا ده ساعتها خلاص بقى هيروح ما بعدك روح. كل الأسلحة اللي عنده اللي يقدر عليها هيعمل إيه؟ هيطلعها. يعني معنى كده ان كل ما بيطلع اسلحته وبيطلع متفجراته وبيطلع كل اللي في جعبته وبيرمي، ده معناه ان هو خلاص قرب ولا خلاص بعد؟ ده خلاص هيتجاب من قفاه. الشيطان كده كل ما يحس انه خلاص الوعد اللي الرب ادهولك قرب قوي وانت مطمن ان الرب صادق والوعد قرب يتحقق وان هيتجاب من قفاه، ابليس هيتجاب من قفاه، يقولك خلاص طلع بقى في وش المؤمن كل الاسلحة اللي عندي، اشككه، أكرهه في عشته، أكرهه في خدمته، أكرهه في الناس اللي حواليه، أقول له الرب مش ممكن يبقى صادق والوعد مش هيتحقق. كل ما الشيطان يحدف في وشك كتير اعرف إن هو خلاص قفاه بقى في مرمى الهدف وهيتجاب باسم الرب يسوع ووعدك هيتحقق. إيه الحروب بقى اللي بتواجه الوعد؟ الحرب الأولى والأكثر شراسة
الأكثر شراسة اسمها حرب المنطق، إن يبقى الرب وعدني إن أنا هخف من المرض اللي عندي، أصحى تاني يوم بعد ما الرب وعدني لقى المرض بيزيد. إن الرب يوعدني إن المبلغ اللي أنا محتاجه هيسدده، ألاقي الاحتياج بيزيد ومحتاج مبلغ أكتر منه. إن الرب يوعدني إن المشكلة دي هتخلص، أروح تاني يوم الشغل ألاقيها اتعقدت بزيادة واتأندلت بزيادة. ده اسمه إيه؟ حرب المنطق. الشيطان بيستخدم المنطق والواقع والعقل عشان يقول لك لا يمكن اللي الرب وعدك بيه يتحقق. أنت هنا محتاج إيه؟ الصادق. المسيح الصادق تقول له أنا مش مصدق المنطق، مش مصدق العقل، مش مصدق اللي بيحصل، أنا مصدقك أنت. أنا مصدقك أنت، المنطق يقول زي ما يقول. أنا عندي 75 سنة، ده إبراهيم، أنا عندي رب 75 سنة عاوز عين. 75 سنة بمقاييس العهد القديم ينفع يجيب عين الراجل. وسارة طبعا كانت أصغر منه بعشر سنين، وبرضه بالمقاييس ده كان هما الاثنين يقدروا يخلفوا. طب وبعدين؟ أنا عندي 75، سارة عندها 65، ادينا بقى الوعد يا رب وادينا عين. بص شعار إبراهيم في المرحلة دي كان إيه؟ أنا أستطيع وسارة تستطيع. فالرب قال له مفيش عيال. طيب بعديها بكام سنة كان إبراهيم كبر لكن يقدر يخلف برضه، لكن سارة خلاص. فإبراهيم بص الرب كده وقال له إيه المشكلة؟ سارة لا تستطيع لكن أنا أستطيع. قال له برضه مفيش، مش هيجي لك إسحاق دلوقتي. لما إبراهيم وصل عنده 99 سنة قال له يا رب أنا لا أستطيع وسارة لا تستطيع. فالرب رد عليه قال له إيه؟ قال له بس كده، أنت لا تستطيع، سارة لا تستطيع، أنا أستطيع. هدي لك الوعد بقى بتاعك دلوقتي لأن أنا صادق، بس كنت بستغل حرب المنطق عشان إيمانك يزيد ويعلى. والمنطق بيحاربك والعقل بيحاربك والظروف بتحاربك وكل اللي حواليك بيقول لك لا يمكن وعد الرب يحصل. أنا بطمنك ده دي مؤشرات زي الفل للعملية قربت. حرب المنطق. اتنين، حرب الاحتيال. ازاي يا رب الوعد ده يتحقق وانا محتاج حاجات كتير جدا جدا عشان يتحقق؟ ده انا معيش، ده انا مفلس، ده انا يا رب على البلاطه. دي حته مهمه، ان الرب دايما عاوزك تعترف وتقر ان كل امكانياتك البشريه في سبيل تحقيق هذا الوعد ولا تسوى عندي اي حاجه، واقدر احققه من غير حضرتك. فالاحتياج اللي عندك ده عشان تقول لي يا رب وعدك وانت اللي صادق تتمم الوعد ده بقدرتك انت 100% وانا مش هقدر اعمل حاجه. في كمان حرب اسمها حرب الاشخاص، ودي حرب شرسه. ابليس يزق عليك بني ادمين اجارك الله يقعدوا يشككوك في الوعد ويقول لك انت مصدق برضه ربنا؟ يا عم ربنا لو بيعمل كان عمل من زمان، صدقني واسمع الكلام. زي الراجل ييروس لما كانت بنته تعبانه وبيقول الرب تعالى يا رب بنتي تعبانه، فجاله واحد قال له لا تتعب المعلم، خلاص خلاص بقى ييروس يعني تعالى نحضر للجنازه وندفن البنيه والموضوع خلاص خلص. ده اسمه حرب الاشخاص. ونحاميه في الكتاب المقدس اتعرض لحرب الاشخاص، ثلاثه اتزقوا عليه كل واحد فيهم من ناحيه عشان يكسروا مقاديفه ويخلوه يكره عيشته ويكره نفسه ويكره الوعد ويكره اليوم اللي اتولد فيه. لكن نحاميه لم يستسلم للاشخاص اللي مزقوقين عليه من ابليس عشان يكسروا ايمانه ويخلوه لا يؤمن بالصادق. الحرب الرابعه دي بقى حرب بايخة جدا جدا ومؤلمة جدا وبشعة، اسمها حرب المشاعر. يعني ايه حرب المشاعر؟ كل ما بحس ان الوعد بعيد والرب متأخر عليا والموضوع مش عايز يتلحلح ولا يتحرك، احس الاقي كده قلبي بيتسحب لتحت ومشاعري كلها اكتئاب وخوف، والواحد يصحى بالليل يعيط وقبل ما ينام يعيط ويصحى الصبح يعيط ويروح شغله مش طايق يكلم حد ويبقى في حالة انهيار متعلق بالمشاعر. يعني تحس ان مشاعرك ضدك، لا عارف تصلي ولا عارف تاخد خلوة ولا عارف تخدم ربنا ولا عارف تتكلم مع الناس زي العادة. دي ضغوط شرسة بيعملها عليك العدو. باسم الرب يسوع انا بصلي يا رب من كل قلبي تدي كل واحد سمعني دلوقتي دفعة كده، يعني حاجة باكج عملاق من الايمان والثقة، يتوكل يا رب ويصدق ان انت الاله الصادق. الصادق اكبر التحديات اللي الواحد شافها في حياته هو تحدي الوعود ده، ان الرب يديك وعد تشرب عليه المر، تشرب عليه المر عشان يتحقق. من المفاتيح الرئيسيه المحوريه في العلاقه مع الله ان سيادتك تحط احاسيسك ومشاعرك دي في ثلاجه، تستغنى عنها تماما. نحن لا نحيا مع الله بالمشاعر والأحاسيس، نحن نحيا مع الله بالإيمان. الإيمان هو اللي يحركك، الإيمان هو اللي يطمنك، الإيمان هو اللي يسندك، الإيمان هو اللي يخليك واقف على أرض صلبة وتقول له أنا واثق إن أنت صادق يا رب باسم يسوع. في حرب تاني اسمها حرب النجاسة، دي نمرة 5.
ان ابليس عاوز يحرمك من الوعود ومن تمتعك بيها، انه يورطك في حرب نجاسه ويسحبك بره دايره الايمان وبره دايره الوعد. احترس من موضوع النجاسه ده، لان ده فخ كبير. واخر حاجه حرب المستقبل. يعني ايه حرب المستقبل؟ يعني تقول لي انا عارف ان ممكن الوعد الرب يمشي معايا في خطوه لكن مش هيتم للاخر، وممكن يبقى عندي ايمان لكن برضه الوعد هيضيع. اللي ادالك الوعد هو اللي هيحققه وهو اللي هيضمنه بعد كده، وهو اللي هيمشي معاك خطوه بخطوه في الحروب الشرسه. ليه؟ ايه اللي ليه؟ ارجع لعنوان الحلقه، هي عايزه كلام. احنا قلنا النهارده الرب يسوع ايه؟ الصادق. صلي دلوقتي كده من قلبك وانت قاعد وقول له يا رب فليكن المنطق كاذبا ولتكن المشاعر كاذبه وليكن ابليس كاذبا وليكن الاشخاص المحبطين اللي حواليا كاذبين، ولتكن يا رب كل الامور اللي بتقول العقل وبتقول المنطق وبتقول التحديات. انا يا رب بصلي لك دلوقتي، قول للرب كده وانت قاعد دلوقتي، قول يا رب انا بصلي لك من كل قلبي وبعلن ايماني تماما باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع تسقط الاكاذيب وتسقط الافتراءات الشيطانيه وتسقط المحاولات المستميته من العدو. تمسك بالصادق وهتشوف الرب يعمل معاك ايه. ربنا يسندكم، ربنا يساعدكم، ربنا يقويكم، ربنا يديكم الوعود لانه صادق. امين. المسيح هو الصادق الذي لا يتخلى عن اولاده بل يحقق وعوده لهم مهما كانت الحروب، سواء حرب المنطق او حرب الاحتياج او حرب من اشخاص او حرب المشاعر او الخوف من المستقبل. ثق انه الصادق الذي سيحقق وعده.